السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، معادنا النهاردة مع أجمل المواد التربية الدينية الإسلامية. المحور الأول من أكون، ومع العبادات النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخده من كلام الله عز وجل. من كلام الله عز وجل هناخده سورة كل يوم واحد فينا لازم يقراها، وفي كل الصلوات لازم نقراها. يا ترى ما هي السورة التي تقرأ في جميع الصلوات؟ سورة الفاتحة. جزاك الله خيرا. النهاردة إن شاء الله هناخد فاتحة القرآن، كلام من أعزب الكلام وأعظم الكلام، كلام الله عز وجل. إن شاء الله حبايبي النهاردة هنأخذ سورة الفاتحة. عايزاكم قبل ما نأخذ السورة نسمعها ونستمتع بكلام الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. استمعنا أحبائي وحبيباتي إلى سورة الفاتحة، السورة التي لا تصح الصلاة بدونها. ولو لاحظنا مع بعضينا إن السورة آياتها 7 آيات. تبدأ السورة بالبسملة، يعني لازم كلنا نعرف إن بسم الله الرحمن الرحيم هي إحدى آيات سورة الفاتحة. هيا معا نبحر ونتعلم من كلام الله عز وجل أعزبه وأجمله. كلام الله والتعلم فيه أو تعلمه له الكثير من الحسنات والثواب العظيم. لذلك يجب أن نجلس جميعا في خشوع ونستمع ونحاول أن نفهم كل حرف من كلام الله عز وجل. استمعوا معي أحبائي للآية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا أول آية، وزي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي طبعا البسملة دي اللي بنبدأ بيها الآية. الرحمن والرحيم دول اسمان من أسماء الله تعالى، وهما يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى. يبقى الله تعالى من صفاته إيه؟ الرحمن الرحيم. يبقى أثبت الله على نفسه صفة إيه؟ الرحمة، بكلمات الرحمن والرحيم. طيب عندي آية بعد كده، الحمد لله رب العالمين. يبقى إحنا هنا بنحمد الله إيه؟ رب العالمين. بنحمد الله عز وجل رب العالمين، يعني رب الخلق أجمع. عين. يبقى بتبدأ السورة بالبسملة، وإحنا عارفين إن إحنا لابد إن كل عمل من أعمالنا بنبدأ فيه بسم الله عز وجل ليبارك الله في هذا العمل. والآية الثانية تتضمن الحمد لله عز وجل الذي وهبنا كل الصفات وكل الخيرات وكل الأخلاق الحميدة. فنقول لله عز وجل، نحمده في بداية الصلاة، الحمد لله رب العالمين. يبقى في هذه الآية
أمر لعبادة الله وحمده، فهو يستحق سبحانه وتعالى إيه؟ أن نحمده، أن نحمده ونعبده وحده لا شريك له. الرحمن الرحيم الآية الثالثة، لسه قايلين دلوقتي أن الرحمن والرحيم صفتان من صفات الله تعالى، وهي تثبت الرحمة على الله إيه؟ عز وجل، أنه رحيم بعباده ورحيم بخلقه. طيب بعد كده مالك يوم الدين، يبقى الله تعالى مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، يبقى يوم الدين يوم القيامة. يبقى الله تعالى مالك يوم الدين. هنا برضو في الآية الرابعة مالك يوم الدين، من يملك كل الحكم يوم القيامة، من يملك بداية يوم القيامة، من يملك نهايته، من يملك كل الأحداث التي تجري في يوم القيامة. الله من يا أحبائي وتعالى. الله عز وجل. فيقول الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. طبعا مالك اسم من أسماء الله عز وجل اللي هو إيه؟ الملك. يبقى إحنا عندنا من أسماء الله عز وجل الإيه؟ الملك. وهنا بتتضمن صفة من صفات الله عز وجل أنه يملك كل ما يحدث يوم الإيه؟ القيامة. مالك يوم الدين، قلنا يوم الدين يوم القيامة. يوم القيامة. طيب بعد كده الآية الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى إحنا هنا إيه؟ إن نقول الله عز وجل إننا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك، إحنا بنعبد مين؟ الله عز وجل. ونستعين بمين؟ بالله عز وجل. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين. بعد كده اهدنا الصراط المستقيم، يبقى إحنا هنا بندعو الله تعالى أن يهدنا الطريق المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم. بعد كده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يبقى احنا بندعو الله تعالى أن يهدنا طريق الذين أنعم عليهم غير إيه؟ المغضوب عليهم. يبقى اهدنا يعني ارشدنا، معنى اهدنا ارشدنا، اهدنا الطريق المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم. طيب مين هم المغضوب عليهم؟ طبعا الكافرين. الكافرين، الكافرين. ولا كل من يغضب الله عز وجل يمس. ولا الضالين. طيب من هم الضالين؟ هم الذين ضلوا عن طريق الله عز وجل وابتعدوا عن رضا الله عز وجل، يعني يأمرهم الله عز وجل بعبادته يبتعدون عن عبادة الله ويعبدون ايه؟ غيره. يبقى ولا الضالين. هنا الآية السابعة بيصف لنا الله عز وجل في الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الطريق الذي يجعل يبعدنا عن كل ما يغضب الله عز وجل. طبعا هو طريق إيه؟ الطاعة، طريق رضا الله عز وجل، البعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. وطبعا الطريق المستقيم هنا برضو اللي بيقصد به طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي هم إيه؟ كل اللي احنا ايه نريد ان نقتدي بهم، وايه وطريق الاستقامه والهدايه والهدايه وطبعا نبعد عن طريق المغضوب عليهم اللي احنا لسه قايلين اللي هم مين؟ هم الكافرين وطبعا ايه الضالين اللي هم ايه الذين يبعدون عن طريق الله تعالى. طيب يلا بينا بعد كده نشوف هنا بيقول لي الكلمه والمعنى. معنى يوم الدين لسه قايلين دلوقتي هو ايه؟ يوم القيامة، يوم الدين يوم القيامة. طيب بعد كده نستعين، نستعين معناها نعتمد عليه، معنى نستعين نعتمد عليه، معنى نستعين نعتمد عليه. بعد كده عندي معنى اهدنا، اهدنا ارشدنا، اهدنا ارشدنا، ارشدنا. طيب بعد كده المستقيم اللي هو ايه لسه لين دلوقتي الطريق الصحيح، الطريق المستقيم هو الطريق الصحيح. يبقى يوم الدين يوم القيامة نستعين نعتمد عليه، اهدنا ارشدنا، المستقيم الطريق الصحيح.
طيب آخر حاجة عندي في الفيديو بتاعنا سؤال المتفوقين، يلا نقراه مع بعض. بيقول لي هات معنى يوم الدين. يبقى لسه قايلين دلوقتي معنى يوم الدين، نفكر فيه كويس كده ونراجع الفيديو بتاعنا كويس وبعدين نجاوب عليه. وكمان قلنا معنى اهدنا. واتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.